إحنا باب الإنجازات، لابد أن نرى هذه الصورة. مسجد الكركرات يفتح أبوابه في رمضان. الدقتم وبقلب الكركرات، من المرتقب أن يتم افتتاح مسجد الكركرات بأقصى الحدود الجنوبية للمملكة المغربية في اليوم الأول من شهر رمضان الكريم، حيث بلغت الأشغال فيه المراحل الأخيرة. ويضم مسجد الكركرات الذي شيد على مساحة 3767 مترا مربعا قاعة للصلاة خاصة بالرجال، وأخرى خاصة بالنساء، وقاعات للوضوء، ومأذنة وسكنا للإمام. ويأتي بناء هذا الصرح الديني الكبير الذي تقدر تكلفته ب 8.8 مليون درهم في إطار مواصلة المغرب إعمار أقاليمه الجنوبية، خاصة هذه المنطقة الحدودية، وأيضا بغرض الاستجابة للحرص على تمكين العابرين من المؤمنين مغاربة وأجانب من أداء واجباتهم الدينية في ظروف جيدة. يذكر أن بناء مسجد كبير في مركز الكركرات الحدودي جاء بتعليمات من عاهل البلاد وأمير المؤمنين الملك محمد السادس، مباشرة بعد تأمين المعبر البري في عملية سلمية قادتها القوات المسلحة الملكية لاقت إشادة دولية. على ما يبدو هذا الخبر سوف يشكل صفعة حقيقية لأبواق الجزائر.